ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. قالوا سألوا ابن عباس في الحديث لما فعل ذلك؟ قال لكي لا شدد على أمته أو ما في معنى الحديث أفيدونا وفقكم الله. هذا الحديث كما ذكرت جاء في صحيح مسلم، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحقها في حرج ومشقة. ولهذا يجوز للإنسان متى لحقه حرج ومشقة في تفريق الصلوات أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، سواء في سفر أو في حضر. ولهذا نجمع في أيام الأمطار، ونجمع في أيام الرياح الباردة، ونجمع في المرض،